Chapter 6 CPU Scheduling. Lesson 2 First Come First Serve Scheduling. In this lesson, the following topics will be covered: First Come First Served Concept, First Come First Served Examples, First Come First Served Disadvantages. First Come First Served Scheduling Concept. The First Come First Served من اسمها أول process بتعمل request على CPU هي أول process بتنعطى CPU implemented باستخدام First In First Out Queue أو FIFO Queue. هاي الالجوريثم non-preemptive بمعنى إنه البروسيس اللي بتوصل قبل تنعطى CPU قبل وبتضلها ماسك CPU ما بتتركها إلا لحتى تخلص كل شغلها أو تعمل input output request وهي من حالها بتترك ساعتها CPU. Example فرضا عندنا 3 processes B1, B2, B3 البرست تايم إلهم البرست تايم اللي هو الوقت اللي بتقضي البروسيس على CPU B1 24 B2 3 B3 3 فرضا وصلوا على CPU بنفس الوقت بدنا نحسب الـ average waiting time والـ average turnaround time إلهم إذا وصلوا بالأوردر أول إشي B1 بعدين B2 بعدين B3 بعدين بدنا نحسب الـ average waiting time والـ average turnaround time إذا وصلوا بالأوردر B2 B3 بعدين B1 فرضاً كان في عندنا 3 processes P1 وP2 وP3 P1 الـ burst time تبعها الـ burst time اللي هو الوقت اللي بتقضي الـ process على الـ CPU كان 24 B2 كان الـ burst time تبعها 3 B3 كان الـ burst time تبعها برضو 3 فرضاً وصلوا بنفس الوقت ولكن في الأوردر P1 بعدين B2 بعدين 3 Using the first come first served algorithm بدنا نحسب الـ waiting time لكل process بعدين الـ average waiting time بعدين الـ turn around لكل process بعدين الـ average turn around time في الـ first come first served حكينا إنه الـ CPU بتنقي الـ process اللي وصلت على الـ ready queue أول إشي بدنا نرسم أول إشي الـ timeline بما إنه الـ 3 processes وصلوا بنفس الوقت ممكن نحكي إنه الـ processes وصلوا at time 0 بترتيب أول إشي B1 الـ burst time تبعها كان 24 بعدين B2 الـ burst time تبعها كان 3 بعدين B3 الـ burst time كان تبعها برضو 3 طيب هلأ إحنا بنشتغل first come first served يعني مين اللي بدها تشتغل على الـ CPU أول إشي الـ process اللي وصلت على ready queue أول يعني P1 هلأ إحنا بنشتغل non-preemptive معناته مجرد ما P1 مسكت الـ CPU رح تضلها على الـ CPU لحد ما تخلص أو لحتى تعمل input output بعدين بتعمل scheduling لأنذر process معناته بمجرد ما بدت مين بدها تشتغل بدها تشتغل P1 اللي وصلت أول إشي بتضلها P1 ماشية لحد ما تخلص شغلها بتخلص امتى اذا بدت بزيرو وكان طولها 24 معناته امتى لازم تخلص البروسيس بتكون at time 24 0 زائد 24 هلا في هاي اللحظه في 24 مين بيكون ضل في بالريدي كيو بيكون في عندي B2 وطولها 3 وB3 طولها كمان 3 هلا بس تخلص هاي التنفيذ بدها تعمل سكيدجول تو انذر بروسيس مين اللي بروسيس اللي السكيدجولر بده ينقيها راح ينقي البروسيس اللي فاتت قبل مين فاتت قبل 2 ولا 3 حسب الاوردر الاوردر بحكي لي 2 فمعناته بدها تفوت البروسيس بدها تشتغل P2 امتى بتخلص B2 اذا بدت ب 24 وكان طولها 3 معناتها بدها تخلص في 24 زائد 3 يعني at time 27 هلا at time 27 مين بيكون في ضل عندي في ريدي كيو؟ بيكون ضل عندي B3 والطول تبعها 3 طيب B3 إذا بدت ب 27 والطول تبعها كان 3 أمتى رح تخلص؟ 27 زائد 3 يعني رح تخلص at time 30 هاي مين؟ هاي P3 هلأ بعد ما حطينا البروسيسز كيف ترتيبها على التايم لاين على CPU scheduler بدنا نحسب الويتنج تايم والترن اراوند تايم الـ waiting time للـ process اللي هو الوقت اللي بتقضيه الـ process وين؟ في ready queue أوكي؟ فمعناته إذا نرجع على الـ timeline إذا B1 وصلت at time 0 وبلش تنفيذها at time 0 قديش استنت هي في ready queue؟ ولا إشي معناته 0
ناقص 0 وبده يساوي الويتنج تايم تبع بي 1 قديش 0. نيجي على مين؟ بي 2. بي 2 فاتت ات تايم 0. امتى بلش تنفيذ بي 2؟ بلش تنفيذها ات تايم 24، معناتها استنى طول هاي الفتره في مين؟ في ريدي كيو، معناته 24 ناقص 0 يساوي قديش؟ 24. بعدين بي 3، بي 3 برضه فاتت ات تايم 0. امتى بلش تنفيذ بي 3؟ ات تايم 27، معناته هي 27 ناقص 0 عدد 27 في الريدي كيو، فمعناته 27 ناقص 0 ويساوي 27. اوكي، هلا بنحسب ايش الافرج ويتنج تايم للبروسيسز الثلاثه، اللي هو بده يكون عباره عن الويتنج تايم لهم على مجموعهم على عددهم، يعني 0 زائد 24 زائد 27 كلها على 3 بيطلع 51 على 3 بيطلع 17. هذا الافرج تيرن اراوند تايم فور ذا بروسيسز، الافرج ويتنج تايم سوري. هلا الافرج تيرن اراوند تايم بدي احسب التيرن اراوند تايم لكل بروسيس. التيرن اراوند تايم لكل بروسيس هو عباره عن الوقت اللي بتقضيه البروسيس في السيستم من اول ما بتفوت لحد ما بتخلص بتطلع. مثلا نيجي لبي 1، بي 1 امتى فاتت؟ at time 0. امتى خلصت كل تنفيذها بي 1؟ خلصت at time 24، فبدي يكون التيرن اراوند تبعها 24 ناقص 0 وبده يساوي قديش؟ 24. نيجي على مين؟ نيجي على بي 2. بي 2 امتى فاتت؟ at time 0. امتى خلصت بي 2 كل تنفيذها؟ at time 27، فبدها تكون 27 ناقص 0. هذا التيرن اراوند تايم تبع مين؟ تبع بي 2. بي 3 امتى فاتت على السيستم؟ at time 0. امتى خلصت؟ 30، يعني راح يكون 30 ناقص 0 بده يساوي قديش؟ 30. الافرج تيرن اراوند تايم راح يكون مجموعهم اللي هو 24 زائد 27 زائد 30 على عددهم اللي هو 3، بيطلع الجواب 27. هلا بدي احل نفس السؤال اللي حليناه على الفيرست كم فيرست سيرفد، بس بترتيب مختلف. يعني بدل ما البروسيسز تكون وصلت بالترتيب بي 1 بي 2 بي 3، بدي اياها هلا انفذها باوردر جديد اللي هو ايش؟ نحكي مثلا بي 2 بعدين بي 3 بعدين بي 1. بدي ارسم التايم لاين هلا. اول واحدة مين وصلت؟ اول شيء كلهم وصلوا مع سوا، فمعناته بقدر اني انا ابلشهم كلهم at time 0. اول اشي وصلت بي 2، بي 2 طولها قديش؟ بي 2 طولها 3. بعدين وصلت بي 3 برضو طولها 3. بعدين وصلت بي 1، بي 1 طولها الفيرست تايم تبعها 24. هلا بدها تنقي بالفيرست كم فيرست سيرف اللي وصلت قبل، يعني مين بدها تنقي؟ بي 2. بي 2 اذا بلشت في 3 وطولها 3 فرح تخلص at time 0 زائد 3، يعني مين؟ 3. هاي مين؟ هاي بي 2. بعدين هون بيكون ضل عندي بي 3 طولها 3 وبي 1 طولها 24، راح تنقي اللي وصلت قبل اللي هي بي 3. بي 3 اذا بلشت في 3 وطولها 3 راح تخلص at time 6، هاي مين؟ بي 3. مين بضل at time 6؟ بضل عندي بي 1 طولها 24، بنقيها. اذا بدت في 6، 6 و24 راح تخلص at time 30، هاي مين؟ هاي بي 1. هلا لو بدي اجي احسب انا الويتنج تايم، والترن اراوند تايم لهم بناء على الاوردر الجديد، هاي بي 1 هاي بي 2 وهاي بي 3. بي 1 فالويتنج تايم إلها اللي هو الوقت اللي بتقضيه في الريدي كيو. طيب بي 1 فاتت على الريدي كيو at time 0، امتى بلش تنفيذها بي 1؟ at time 6، يعني قضت 6 ناقص 0 وين؟ في الريدي كيو. فبي 1 بدها تكون 6 ناقص 0 بده يساوي 6 الويتنج تايم تبعها.
بي 2 فاتت at time 6. امتى بلش تنفيذها بي 2؟ at time 0 سوري امتى بلش تنفيذها بي 2؟ at time برضو 0، معناته اول ما فاتت على ريدي كيو اشتغلت، فمعناته الويتنج تايم تبعها 0 ناقص 0 بده يساوي قديش؟ 0. هلا مين؟ بي 3. بي 3 فاتت at time 0، امتى بلش تنفيذها بي 3؟ at time 3، معناتها استنت 3 ناقص 0 بده يساوي قديش؟ 3. الافرج تبعها بده يكون عبارة عن مجموعهم 6 زائد 0 زائد 3 على 3 اللي هو 9 على 3 اللي بده يكون قديش الأفرج ويتنج تايم إلها؟ 3. طيب نشوف التيرن أراوند تايم لكل بروسيس. التيرن أراوند تايم للبروسيس P1 فاتت at time 0 وخلصت تنفيذها على 30، معناته التيرن أراوند تايم تبعها كان 30 ناقص 0 يعني 30. بي 2 فاتت at time 0 وخلصت تنفيذها at time 3 يعني 3 ناقص 0، turn around time تبعها قد 3. بعدين بي 3 فاتت at time 0 خلصت تنفيذها at time 6، 6 ناقص 0 بده يساوي 6. الأفرج بده يكون 30 زائد 3 زائد 6 كلها على 3 بده يساوي قديش؟ بده يساوي 13. هذا average turn around time. الإشي اللي بدنا نلاحظه هلأ إنه الأفرج waiting time لما وصلوا البروسيسز بالأوردر P1, P2, P3 كان قديش؟ كان average waiting time إلها 17. لما وصلوا بالأوردر B2, B3, B1 كان الأفرج waiting time إلهم 3. معناته الـ average waiting time في الـ first come first serve مش minimal، لأنه ممكن أنه يختلف بناء على ترتيب وصول الـ processes. راح نلاحظ أنه في فرق بين الـ 17 والـ 3. ليش هذا الفرق؟ هذا الفرق لأنه هون كانت P1 اللي هي الـ process الطويلة قبل، فكانوا كل الـ processes الصغار بدهم يستنوا process طويلة، فالأفرج ويتنج تايم تبعهم كلهم رح يستنوا أكتر، كل واحد فيهم رح تستنى أكتر، فالأفرج ويتنج تايم تبعهم رح يكون أكتر. أما هون في B2, B3, P1 أول إشي تنفذوا البروسيسز الصغار. مثل ما بنلاحظ إنه التيرن أراوند تايم فعليا هو عبارة عن مجموع البيرس تايم زائد الويتنج تايم، يعني 24 زائد 0 24، 3 زائد 24 27، 3 زائد 27 30. ونفس الاشي هون لو اجيت حكيت 24 زائد 6 30، 3 زائد 3، 3 زائد 0 3، 3 زائد 3 6. فالturn around time فعليا هو عبارة عن مجموع البرس تايم يعني الوقت اللي بتقضيه البروسيس في CPU زائد الويتنج تايم اللي هو ايش؟ اللي هو الوقت اللي بتقضي البروسيس في الريدي كيو. First come first serve disadvantages. اول اشي الافرج ويتنج تايم شوي طويل. الشغلة الثانية انه مش مينيمال، يعني ممكن الافرج ويتنج تايم يختلف اذا وصلت البروسيسز بترتيب معين. الافرج ويتنج تايم عادة بيكون اعلى اذا كانت البروسيس الطويلة في الريدي كيو او وصلت قبل البروسيس القصيرة. هذا السيتويشن بسميه كونفوي افكت. الكونفوي افكت لما يكون الشورت بروسيسز بيهايند لونج بروسيس، فكل الشورت بروسيسز هدول بدهم يستنوا وان بيج بروسيس. هذا الحكي بده يؤدي الى لونج افريج ويتنج تايم اند لو سي بي يو ديفايس يوتيلايزيشن. This lesson has ended. Next lesson will be about shortest job versus scheduling.